ودائما مع الشيف احمد شعره. بتقدم ايه دلوقتي حبيبي؟ مرجان عم. مرجان هتعمله ايه؟ هعمله مشوي بس متشرح. مشوي متشرح. اه الطريقه بتاعتك يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. مرجان مواصفاته ايه رايك يا احمد؟ اللهم صل على النبي. مش كده؟ ينفع اقول من عند مين يا شيخ؟ ندي كل واحد حقه. اقول ده من عند الشيخ جمال في الشارع الثالث. شيخ جمال الشارع الثاني. ممكن نروح نصور معاه عشان الناس برضو تعرف. اه يعني الشيخ جمال من الناس المحترمه. هو مش موجود طبعا ولا قال لي اعمل اي حاجه، بس كل واحد ياخد حقه بفضل الله. بص يا جماعه الدرجه الطازه اهي. هنا بابا حاضر. وهيبقى يا جماعه وبقشرها. اه بقشرها مش هتحافظ على نفسها. ناس بيقول لي ليه ما بيفتحش الباب؟ في ناس اصل سواسه مشهورين باكل. يعني انت مشترك، انت ملتزم بالزبون بالقواعد والقوانين بتاع الزبون. يعني قال لك افتحها انا مثلا شربت الخيار احط الخيار زي ما هي احط. وعموما عموما سمكه المرجان البلدي بتاعتنا تبقى وضعها نظيفه وسمينه. تمام شغال. حضرنا الصاج. كلم يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الناس بتشكرك على الحته بتاعه رشه الملح كانوا بيلزق منهم وبيدعوا لك. بص يا جماعه ادي شرحنا السمك. وريني حجم التشريحه كده يا احمد بعد اذنك. اه يا جماعه تمام. وهيبدا يخش. انا كمان ممكن اعمل ازين حتى ممكن كمان ان انا ازين في الجزئيه دي. موضوع التزيين ده يا عم احمد ايه بقى؟ المره الجايه احمد هجيب لك شوكه حديد تخلي تجيب كده المرجان. بص يا جماعه اللحم بتاع يعني انت الله ده سمك مرجان هيقلبوا على الوش الثاني يا جماعه. واللي خدوا الوش الاولاني بص يا محمد هنا بسبب شويه الملح اللي حطيناهم ايه اللي حصل؟ ما اتلزقتش؟ لا السمكه بص انا بقلبها بايدي اهو. بالراحه عشان سخنه بس. هتاخد الوش الثاني وهيفتح برضك يا عم احمد زي ما فتح. هيفتح طبعا. يلا ابو حميد نسيها مارينيه بقى؟ لا لسه يا عم اكمل سوا بس. رشة ملح. ايوه الله اللهم صل وسلم وبارك اجمل من صلوات النبي. كل حاجه انا بعملها بطبيعتي يا عم احمد والله. يعني ايه فضل الله. يعني انا عارف طبعا ممكن يكون حد متضايق من ان انا بعبي الفيديو والكلام ده كله. تمام يا عم احمد السمك سخن عليا بس. تمام يا ربي اللي اصحابها بألف صحة. لسه فاضل آخر لقطة عمال. مش زين كده قد المنظر النهائي بتاعنا. تمام. ممكن بعد إذنك يا عم أحمد ده الشيخ جمال صاحب السمك بعد إذن حضرتك. بتاع الشيخ جمال بعد إذنك. تعال يا جمال. طبعا الطلب ده يا جماعة بتاع صديقي وحبيبي. حبيبي يا عم أحمد. إحنا يعني جمال. بحب كل جمال جار السويس. بحب يا عم أحمد اللي دايماً مع الشباب. تمام يا حبيبي. ربنا يوفقك يا حبيبي. يديك الصحة يا حبيبي والف الف سلامة. يا رب الف هنا وصحة. ده المنظر يا عم احمد. ما شاء الله. الكلام ده خش ملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مع الشيف احمد شعره. ببعت كل تحية لكل اللي بيشوفونا من اجمل قناة اتعملت على اليوتيوب. انا مش بمجد فيها والله ده حقها. لان بتجيب بجد ناس حلوه قوي 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 وكل الناس اللي بتشوفنا حلوه قوي قوي قوي. وبجد الباشمهندس انا والله العظيم قاعده معايا من الساعه 10 الصبح لغايه دلوقتي الساعه 8 عشان نطلع لكم ابداع. مش انجاز هو شغل ربنا مبارك فيه. بعرف انا شغل حاجه بسم الله ما شاء الله. خدت بالك بص يا عم احمد والله ما شاء الله. قطع يا عم احمد انا عايز اوضحها بس قبل ما تقفل. النخشوش مفيش انت شايله. انا شايل نخشوش والله. انت عارف لان هو بجد بجد زفرت السمكه في المكان ده. تمام. انت هتحط روزميري ولا تحط زعتر؟ مفيش اي مشكله. حط لي برشه ده روزميري لسه جايبه يا جماعه اخضر. ده روزماري جبلي. روزميري بلدي. تمام روزماري. يبقى هنا كنا بنقول زعترنا شكرا روزماري شكرا برضه. برضه في حاجه برضه يا عم احمد. في عندنا اثنين شيف احمد شعره شيف والحاج احمد شيف. بسم الله ما شاء الله عليه. احمد مين؟ حاج احمد عباسي. بسم الله ما شاء الله عليه. لا خلي بالكم بتعلم منه. أنا بتعلم الشيف أحمد والله. الشيف أحمد حبيبي حبيبي. بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. كل التحية والتقدير للجمال حبيبي وأخويا وابني قصدي. حبيبنا عم أحمد. وحبيب جماهير جواهر السويس. شكرا جدا. شكرا جدا. ونجم المستقبل إن شاء الله الشيف أحمد. شكرا لكل اللي بيشوفنا. شكرا لكل اللي بيشوفنا. حبيبي يا أحمد. اتفضل.